انت ايه حكايتك بقى؟ حكايه ايه بس يا نون؟ مالك داخله قفش عليا كده؟ مالك انت ومال البت اللي ما تتسمى اللي اسمها تميمه؟ تموت تتحرق بجاز وسخ، انت مالك؟ لا انت عايز الرجاله تحتلوا عليا ايه؟ مش راجل؟ يبقى كل شباب الحته واقفين وقفه رجاله، وانا اللي ازوغ ينفع؟ ومالك يا اخويا محروق عليها قوي كده؟ طب بقول لك ايه؟ احنا نأجل الكلام في الحكايه ديت عشان عندي مشوار. مشوار ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ومن امتى تشتغل يا اخوي؟ من امبارح. طب ايدك بقى على الفلوس اللي عليك. اه بقى قولي لي كده يعني. انت بقى بتعايريني بالكام مرتوش اللي اديتهم لي؟ اه انا قلت كده. بس لعلمك بقى انا كل اللي عملته ده عشان اعرف هتعملي ايه؟ اختبار يعني. اختبار؟ اه مش واحد لما يكون حاطط عينه على واحده يحطها تحت العين كده ويراقبها لحد ما يعرف هي كويسه ولا اكسكيوز مي؟ ما هو انت بس اللي بتعصبني يا حسن. طب قول لك ايه؟ انا اروح المشوار ده كده في السريع اخلص المصلحه واجي لك هوا يا عسل. ماشي يا نونو؟ هو اتنامي راجع لك. ها ماشي يلا باي باي يا عسل. السلع السلع ايش عليك يا جابر يا مدورها؟ وايه الكركبه دي كلها؟ في ايه؟ طب بتدور على ايه وانا اجيبهولك؟ طب قول لي عايز ايه؟ طب عايز حاجه من الثلاجه اعملها لك؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ ايوه اتجننت يا كريمه، اتجننت يا كريمه، اتجننت يا كريمه. بتسرقيني؟ خلاص عرفتني في عشتي، وكل ما اقولك ربنا هيكرمني ويديك مفيش فايده فيكي. ايه؟ اتسرقي القرشين اللي حيلتنا عشان البنت الغلبانه اللي كنت ناوي منهم حاجه. خلاص بقى عرفتني في عشتي. اطلعي بره يا بنت الكلب، اطلعي بره، اطلعي بره. اللي زيك اللي زيك مش عايش معايا. انت طالع ليه يا ودي كمان؟ خلاص بتطلعني يا خليل. ايوه بتطلعني. ايوه اطلعي بره. خلاص اطلعي بره. خلاص انت طالع طالع كفو عليكي. لا كفو عليكي. انا اللي استحملتك السنين دي كلها. استحملتك ليه؟ عشان خاطر البنت الغلبانه دي. عمري ما حسيت بيا. أنا جعان ولا عطشان، مبسوط ولا زعلان؟ اطلعي بره بره. خلاص خلاص ونبي عشان خاطر. انا يعني لقيتك بتقرا يا استاذ امير قلت اعمل لك حاجه سخنه تشربها. عملت لك شاي ولا تحب تشرب قهوه؟ اقعدي يا تميمه، عايزه تقولي حاجه مش كده؟ يعني لو ما فيهاش ازعاج يعني انا كنت يعني عايزاك تعلمني
ازاي الواحدة تعرف يعني تصون كرامتها وتاخد حقها؟ ولا الفقراء يعني والغلابة اللي زينا ما يعرفوش ياخدوا حقهم؟ بصراحة الدنيا صعبة وقاسية قوي، والواحد عشان يجيب حقه بيقعد يعافر مع الناس ويهاتي، محدش يعني سهل وقريب كده، كل واحد بيظلمك وبيبقى مش عايز يديك حقك. بس أنا بصراحة من ساعة معرفتك يا أستاذ أمير وأنا حاسة إن أنا يعني بقيت أقوى، ما بقيتش ضعيفة، وأعرف أجيب حقي. تعلمت منك إن الواحد يفضل يجري ورا حقه لغاية ما يجيبه. شوفي يا تميمة، الحق حبيب الله زي ما بيقولوا، وعشان تاخدي حقك لازم تفهمي ولازم تتعلمي. أبسطها لك أكتر، أنتي عارفة هما بيعلموا الأطفال إزاي الكتابة؟ بيعلموا الأول القراية، وعشان يعلموا القراية لازم الأول يعرفوا شكل الحرف، فلازم تعرفي عشان تتعلمي، ولما تتعلمي هتعرفي تجيبي حقك من عين التخين، فاهمة؟ الصراحة يعني هو كلام كبير قوي يعني، بس كلام حلو وبيديني أمل كده. هو ليه الناس مش كويسة زيك كده يا أستاذ أمير؟ مش لازم الناس كلها تبقى كويسة زي يا أستاذ أمير. يا تميمة ممكن تتعلمي من الناس اللي هم وحشين قوي في حياتك أكتر من الناس الكويسين، فاهماني؟ يعني أيوة فاهمة، كلام حلو برضه وكلام كبير. أهم حاجة أنا فاهماها دلوقتي إن جابر والولية العقربة اللي هو متجوزها دي ما يقدروش عليا، وإن أنا أقدر أخد منهم حقي تالت ومتلم. إن شاء الله تجيبي حقك. في ايه؟ انا كويسه يا خليل كويس. الراجل اتحمل وطلعني، طلعني وطردني من البيت بعد ما عشت معاه حلوه اول مره. حلوه؟ ده انا ما شفتش معاه يوم حلو، ده كله مر. بعد ما استحملته يعمل فيها كده، يطردني ويرميني. طب بس اهدى يا ست كريم، ما هو مش معقول برضه الراجل هيطردك كده من غير سبب. وغلاوتك انت من غير سبب، من باب الطاق كده. يا وليه في حاجه اسمها من باب الطاق كده؟ على راي المثل اذا تعرف السبب بطل العجب. اعمل ايه بس يا ناس؟ اروح فين واجي منين؟ عشان خاطري يا شيخ زياد، روح كلمه. سرق عليك النبي يا راجل، تروح تكلمه. حاضر حاضر، اهدي بس انت يا ست كريم. خش انت، خش. اتفضلي. تعالى يا امير، تعالى نشوف الراجل خلاص. يلا يلا يلا. قولي لي بقى، عملت ايه بالظبط؟ يا خرابي. هو نام؟ اه. طب تعالي تعالي يلا اقعدي. ايه رأيك؟ البس ده ولا ده؟ ولا اقولك ده احسن مش كده؟ بس الهدوم دي شكلها غالي قوي. دي ماركه يا بنتي، امال ايه؟ انا من هنا ورايح لازم البس من انضف المحلات. انا وضعي دلوقتي ما يسمحليش ان انا البس الهلاهيل اللي كنت بلبسها دي. ايه شكلك عايزه تقولي حاجه؟ يا سلمى، انت متاكده ان الشغلانه دي كويسه وهتعوضك عن كل اللي صرفتيه ده؟ شفتي بقى ازاي انتي طيبه زياده عن اللزوم؟ انا بعت الذهب بكام؟ بعته ب7000 جنيه عشان اكسب شغلانه مرتبها 2000 جنيه في الشهر. مش ده النهائي، انا لو عملت شغل كويس هكسب اكتر من كده كمان بكتير. جليله يا حبيبتي، احنا ملناش غير بعض. انا اختك حبيبتك، اوعي تفتكري ان انا بعمل كده عشان اعاديكي. لا، انا كنت بعمل كده عشان عارفه انك مش هتصدقيني ومش هتوافقي على اللي انا بعمله. هقول لك، قومي يا حبيبتي البسي ده، والله هيبقى حلو عليكي. قيسيه. لا لا لا، ايه؟ قومي قيسي يلا. كنت بطفح الدم كل يوم الصبح لحد الليل عشان اجيب لقمه العيش، ما كنتش بستحمل عليهم الهواء الطاير. كانت لما تكح هي ولا البنت أجري على المستشفيات والدكاترة. صحيح مش الدكاترة الكبار، بس على قد اللي في إيدي. بقالي سنين ما اشتريش لنفسي قميص ولا حتى شراب، وبسمع كلام زي السم وتصرفات تقرف ونجد بالليل وبالنهار.
وبكتم جوايا واقول يا ياد معلش العيشه صعبه. عندها حق برضه يا خليل، ما كانش صح انك تسيبها تنزل في وقت زي ده. انت غلطان. فعلا انا غلطان، بس اعصابي فلتت مني. اقول لك لو عايزه تيجي البيت تيجي، بس انا مش هكون موجود. تعيش فيه هي والبنت، انا ما عنديش مشكله، هقدر اتصرف. قول لها ترجع وانا متكفل بكل حاجه. برضه ترجع البيت ماشي يا عم خليل، لانها ست وما اعتقدش ان لها مكان تاني غير هنا. لكن لازم تعرف انها غلطت، وغلطت جامد قوي كمان. فيها مين؟ انت جاي تهدي النفوس ولا جاي تشعللها؟ يا حاج اللي تسرق جوزها ما ينفعش تعيش معاها اصلا. احنا ليه بنحاول نجمل الامور ونصلحها مع انها ما ينفعش تتصلح؟ اقسم بالله انا لو مكان عم خليل ما ينفعش اعيش معاها ثانيه واحده، لا امنها على نفسي ولا على مالي ولا حتى شرفي. انا امي ما سرقتش حاجه، انا اللي خدت الفلوس. اول ما شفت الفلوس ما قدرتش اصبر، وبعدين كل شويه كنت بطلب من ابويا حاجات وياجلها ويقول لي بعدين، وكده انا ما سرقتش. دي فلوس ابويا. قول لها ترجع يا شيخ زياد، انا اعرف اربي هلا ازاي. انا غلطت وظلمت كريمه. اقول لك انا جاي معاك عشان نرجعها. طب يلا يلا يا خليل، يلا يا امين، يلا حق. بسم الله الرحمن الرحيم.